في هذه اللحظات في الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط 21، هذا الشوط الأول الرئيسي لفئة الثنايا. أبكار من مسافة 3 كيلومترات في سباق الأصايل الأسبوعي لفئة الكبار. في أول المراكز في هذه اللحظات هذه الذيبة للسيد عبد العزيز بن سعيد في هذه اللحظات في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات من الجانب الأيمن. في ثاني المراكز هذه عزامة للسيد محمد بن حمد بن جهويل المري مع عزامة في هذه اللحظات الحفل الكريم في ثاني المراكز. ثالث المراكز اللي في ثالث المراكز هذه بن ظبيان للسيد محمد بن حمد اللفجح المري مع بن ظبيان في هذه اللحظات في ثالث المراكز. رابع المراكز هذه الشاهيني للسيد محمد بن سيف بن محمد الخيارين في رابع المراكز. خامس المراكز هذه شقرة للسيد بدر بن دلهم الهاجري مع شقرة في هذه اللحظات الحفل الكريم في خامس المراكز. وانتظر هذا الاسم تسلل الى المراكز المتقدمة مع بدر بن دلهم الهاجري. اللي في اول المراكز هذه الذيبة للسيد عبد العزيز ابن سعيد في هذه اللحظات في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز هذه عزامة للسيد محمد بن حمد ابن جهويل المري مع عزامة في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز وصلت الشاهينية للسيد حمدان بن محمد بن راشد المري في هذه اللحظات في ثالث المراكز. رابع المراكز هذه ابن ظبيان للسيد محمد بن حمد اللفجح المري في هذه اللحظات هي رابع المراكز. خامس المراكز هذه شقرة للسيد بدر بن دلهم الهاجري في هذه اللحظات هي رابع المراكز. خامس المراكز هذه شاهينية للسيد محمد بن سيف بن محمد الخيارين في خامس المراكز مع الشاهينية يا الحبل الكريم. ولكن هذه اللي في اول المراكز الذيبة للسيد عبد العزيز عبد العزيز بن سعيد في اول المراكز في هذه اللحظات مع الذيبة في اول المراكز. ثاني المراكز هذه الشاهينية لسيد حمدان بن محمد بن راشد المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذه عزامة لسيد محمد بن حمد بن جهويل المري في ثالث المراكز. ولكن الذيبة حتى هذه اللحظات هذه الذيبة هي الحبل الكريم في اول المراكز للسيد عبد العزيز بن سعيد في اول المراكز الذيبة، ومسيطرة سيطرة تامة الذيبة، وانتزع المركز الاول في الشوط الاول الرئيسي هذه الذيبة للسيد عبد العزيز بن سعيد. اما اللي في ثاني المراكز تحاول ان تتسلل هذه الشاهينية للسيد حمدان بن محمد بن راشد المري في هذه اللحظات في اول المراكز، وسلت الشاهينية انتزعت المركز الاول للسيد حمدان بن محمد بن راشد المري. اما اللي في ثاني المراكز هذه الذيبة للسيد عبد العزيز بن سعيد في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز زي الحبل الكريم بعيد عنا كل البعد، ولكن خلونا مع اللي في اول المراكز الشاهينية للسيد حمدان بن محمد بن راشد المري مع الشاهينية في اول المراكز وبدون اوامر حتى هذه اللحظات. هذه الشاهينية في اول المراكز للسيد حمدان بن محمد بن راشد بن عبيد المري، هذا شعار بن عبيد اللي في اول المراكز زي الحبل الكريم الشاهينية للسيد حمدان بن محمد بن راشد بن عبيد المريزيق مع الشاهينية في اول المراكز والشوط الاول الرئيسي، وسيطر سيطرة تامة بن عبيد. نقول تهانينا والناموس من 300 متر الاخيرة في هذه اللحظات. هذه هي الحفل الكريم الشاهينية للسيد حمدان بن محمد ابن راشد المري في اول المراكز، والتهنية موصولة لك من خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك يهنيك على هذا الفوز. راعي الكاسح يهنيك. نقول تهانينا والناموس لمالك الشاهينية السيد حمدان بن محمد بن راشد المري على فوز الشاهينية بالمركز الاول في الشوط الاول الرئيسي. نقول تهانينا والناموس، ومو غريب عليك يا بن عبيد انتزاع المراكز المتقدمة في المراكز الاولى في الاشواط الرئيسي في ثاني المراكز. وصلت الذيبة للسيد عبد العزيز بن سعيد وفي ثالث المراكز
وصلت العنود لسيف طالب بن فرج المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4:52، 81 جزء من السنة. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين، تهانينا على هذا الفوز لابن عبيد.